من جديد وبعد انقطاع دام لأكثر من عامين تعود حركة سير المركبات لطبيعتها في طريق الضبة الاستراتيجي الرابط بين مدينة المكلا والمديريات الشرقية للساحل الحضرمي. السماح بعودة فتح مسارات السير أمام مركبات المواطنين يأتي عقب تقلص ما كان قد وصفها المحافظ البحسني بحدة التهديدات الأمنية التي شكلتها القاعدة بعد تحرير مدن الساحل من سيطرتها. فهذا الطريق الاستراتيجي الحيوي لا يكتسب أهميته فقط من كونه يقع على مسار الخط الساحلي الدولي الواصل بين اليمن وجارتها سلطنة عمان، بل أيضا في كونه محاذيا لأهم منشآت خزن وتصدير النفط في البلاد، وهو ميناء الضبة الذي تعتمد عليه الحكومة حاليا في تصدير أكثر من 2 مليون برميل من خام المسيلة كل شهرين. هذه المنطقة الضبة فيها منشآت نفطية هامة جدا، فيها ميناء تصدير النفط، ولذلك لدواعي أمنية ولتأمين تصدير النفط من هذا المرفع نحن اضطرينا في القيادة هنا في حضرموت أن نغلق هذا الخط أمام المواطنين خلال الفترة الماضية. والآن مع تطور الملف الأمني وتحسن الأوضاع الأمنية وتوفير إمكانيات لازمة لتأمين السير في هذا الخط نعيد افتتاح هذا الخط. بقدر ما يمثل إعادة فتح الطريق من رسالة مفادها أن سلطة حضرموت نجحت في كبح جماح الإرهاب والحد من تهديداته، هي أيضا تمثل استشعارها بالمعاناة التي أحدثها الإغلاق السابق لمواطنيها. الموظفون والمرضى ومعهم المئات من طلاب المناطق الشرقية الدارسين في المكلا هم أكثر المستفيدين من هذا القرار، فإعادة فتح الطريق سيوفر عليهم وبشكل كبير المسافة والزمن والمعاناة التي كانوا يتكبدونها سابقا في الطريق البديل. خطوة جيدة هذه اللي قاموا بها حق أن فتحوا الطريق، يعني بسهل على المواطنين من كراق من مسافات، يعني ناس يجون مرضى يجون بغى المستشفيات، يعني هذه الطريق الطويلة كانت ساعتين لكن هذه ساعة الأربع وصل الشهر، يعني حتى المسافات أصحاب الشرقية أصحاب السيحوت أصحاب يعني بتوفر عليهم أمور زينة يعني. وتشكل هذه الخطوة بارقة أمل جديدة لأبناء المحافظة بجدية السلطات في إعادة حركة الملاحة الجوية لمطار الريان الدولي. محمد اليزيدي لقناة بلقيس